كأس الأمم الأفريقية هي المسابقة الدولية الرئيسية لكرة القدم في أفريقيا، عقدت لأول مرة في العام 1957 في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة 3 دول هي مصر والسودان وأثيوبيا. منذ العام 1968 أصبحت تقام كل عامين، وتعتبر مصر هي أكثر من فاز بلقب هذه البطولة، حيث في رصيدها 7 ألقاب كان آخرها في العام 2010. حلقة جديدة من برنامج أحوال الرياضة، مساء الخير. المربع الذهبي لدور الدرجة الأولى والذي تأهل له 4 فرق هي أهلي صنعاء ووحدة صنعاء، تضامن حضرموت وشعب حضرموت، ستبدأ أولى المواجهات فيه في تاريخ 27 من يناير الجاري في مواجهة بين فريقي شعب حضرموت وأهلي صنعاء. في اليوم التالي سيلتقي وحدة صنعاء بتضامن حضرموت، وسط أنباء عن تأجيل موعد منافساته، أو ربما هي إشاعات حسب تصريح مصدر مسؤول في الاتحاد اليمني، وأنه سوف ينطلق في موعده. دوري الذهاب في هذا المربع سيكون في ملعب بارادم بحضرموت، بينما ستجرى مباريات الإياب في ملعب 22 مايو بالعاصمة صنعاء. عموما عن هذا المربع وآليته ومدى قدرة الدوري وبشكل عام على النهوض بكرة القدم اليمنية، كل هذا سوف نناقشه عبر الهاتف مع الناقد والصحفي الرياضي الأستاذ محمد أمين شائع، عضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. مساء الخير أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بك مجددا في برنامج أحوال الرياضة. مساكم الله بالخير والسعادة أحبتي في قناة السعيدة من مشاهدين ومشاهدات لهذه القناة التي أكدت جدارتها في الداخل والخارج، وشكر خاص للزميل الرائع صدام حسن على هذه الاستضافة. أستاذ محمد، كلها أيام وتبدأ منافسات المربع الذهبي بنفس آليات الدوري، مباريات الذهاب في حضرموت والإياب في صنعاء، وأخيرا المباراة النهائية ستكون أيضا في صنعاء، ما رأيك بهذه الآلية؟ كما تداولنا وتداولت كل وسائل الإعلام بأن الذهاب والإياب هو الحل الأنسب لهذا المربع، ولكن تفاجأ الشارع الرياضي بأن المباراة النهائية ستقام في العاصمة صنعاء. أنا بالنسبة لوجهة نظري كنت أتمنى أن تكون حتى المباراة النهائية في ملعب محايد في محافظة اليمن، مهما كان الانقسام، مهما، ولكن تظل كرة القدم هي رسالة السلام، مبعوث السلام لجميع الأطراف في بلادنا، لعل وعسى يصحون. على كل حال في صنعاء المباراة النهائية مع هو ربما الاتحاد أو توجهات عليا بحيث أن أو توقعاتهم بأن الفائزين من الذهاب والإياب سيكونون الأهلي والوحدة الصنعاني. كنت أتمنى لو كان الفائزان طرفان من صنعاء تقام المباراة النهائية، لا مانع، ولكن إذا تفاجأنا بأن الفائزان المتأهلان للمباراة النهائية من حضرموت الشعب والتضامن، ألم يكن من الأقدى والأفضل أن تكون في حضرموت؟ حضرموت التاريخ، حضرموت الحضارة، حضرموت الجماهيرية الواسعة العاشقة حتى النخاع لكرة القدم اليمنية، كنت أتمنى هذا بالنسبة لوجهة نظري. أما إذا كان الفائز مثلا فريق من صنعاء وفريق من حضرموت يتقابلان على كأس البطولة، كان الملعب ملعب محايد في إحدى محافظة الجمهورية، مأرب أو في الحديدة، مكان مناسب وسيتفق عليها الجميع. ولكن الاتحاد أصر بأن المباراة النهائية ستكون في صنعاء. على كل حال نتمنى التوفيق للـ4 الفرق، نتمنى أن يظهرون بالوجه الحسن، وجميعنا فريق واحد، حتى وإن تعددت ألوان الفرق وتعددت كمان أصناف الجماهير، نتمنى أن تكون رسالة واضحة لليمن الكبير بأن كرة القدم هي من تجمعنا، ومستحيل أن تفرقنا، وبالتوفيق للجميع.
بالتوفيق للجميع، صحيح كلامك صح، لكن حديث حول تأجيل انطلاق المربع الذهبي والاتحاد ينفي ذلك، في نظرك أين هي الحقيقة؟ هل أنت مع أو ضد التأجيل؟ بالنسبة لتأجيل المربع الذهبي، ليس من صالح الاتحاد اليمني أن يؤجله لكثرة تأجيلاته، للثقة المفقودة حاليا بين الأندية وقيادة الاتحاد من كثرة التأجيلات، من كثرة التسويفات. وأيضا يعني العجيب في الأمر بأن هناك من بعض قيادة الاتحاد يقولون، وهذه نقطة الخلاف الجوهرية، يقولون بأن مباريات حضرموت ستقام في ملعب بارادم، وأطراف أخرى تخرج لتصرح بأن مباريات حضرموت ستقام في سيئون. وأعتقد بأن مثل هذه النقطة، السلطة المحلية في محافظة حضرموت هي الأدرى والأعلم بما بالواجب عمله، وأين تقام المباريات المربع الذهبي لمرحلة الذهاب. هذا ما أراه، هذه وجهة نظري الخاصة. أما بالنسبة للتأجيل فسيكون أم الكوارث إذا تم التأجيل فعلا. كم عانت الأندية، كم صرفت الأندية، كم وكم وكم صحيح، حتى وصلنا إلى المربع الذهبي. فأتمنى من كل قلبي ألا يتم التأجيل، وأن تحسم موضوع المباراة، مباريات الذهاب للمربع الذهبي، إما أن تكون في بارادم أو تكون في سيئون. وهذا الموضوع يعود إلى السلطة المحلية في محافظة حضرموت. طيب أستاذ محمد، من وجهة نظرك ما الذي حققه الدوري اليمني لكرة القدم اليمنية بالشكل الذي أقيم عليه؟ وأنت تعرف أن سر نهضة أي بلد كروي تبدأ من الدوري العام. يا عزيزي، مثل هذه النقطة أعتقد لم نخرج بأي استفادة، سوى أن الجماهير ربما يعنيها أشبعت رغبتها في متابعة بعض المباريات. فمن غير المعقول أن يكون موسم طويل عريض وتخرج الفرق المشاركة ب10 مباريات فقط، ذهابا ذهابا وإيابا، ومن خلال تجمعات ومن خلال تجمعات. إذا أردنا كرة قدم يمنية حقيقية بعيدا عن موال الحرب وما حرب، فدول كثيرة تعاني من نفس ما نعاني، ومع ذلك دوران الكرة لا يتوقف طوال صحيح، الموسم. بطولة واحدة في موسم لن تفرز لك أي شيء بالعقل والمنطق، لن تفرز لك منتخب قوي، لن تفرز لك فئات عمرية، لن تفرز لك فئات شباب. لا أعتقد كرة القدم في بلادنا للأسف الشديد من سيء لأسوأ. وكما تطرقت سابقا، عدم وجود رؤية، عدم وجود استراتيجية هو ما أوصلنا إلى هذا الحال. إذا كانت النية قوية وسليمة بعيدا عن الكبرياء، عن المعاندة، والله لنحقق الشيء الكثير، صحيح، لأننا نمتلك كل المقومات خاصة المواهب. المواهب من أين تأتي؟ تأتي من إقامة بطولات، من تشجيع مواهب، من إقامة بطولات متعددة، بطولة دوري، بطولة كأس، بطولات تنشيطية. يعطى الصلاحيات للأندية، لفروع الاتحاد، كي تقام أنشطة مختلفة في مختلف الملاعب حسب الإمكانيات، والجميع سيتعاون معهم. أما بهذا الشكل فلن نتقدم خطوة إلى الأمام للأسف الشديد. فإذا قارنا وضعنا الكروي بالدول الأخرى، الناس يتقدمون للأمام ونحن للأسف الشديد نعود للخلف. طيب هل مسابقة واحدة متمثلة في دورية الدرجة الأولى طول العام تكفي من وجهة نظرك؟ كما تطرقت في حديثي وأؤكد للمرة المليون، بطولة واحدة طوال عام وتقام خلال شهرين وتلعب فيها الفرق 10 مباريات من خلال تجمعين، لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. وهذه رسالة للمرة المليون نوجهها لقيادة الاتحاد اليمني العام بكافة، من عند الرئيس إلى أصغر موظف في قيادة اتحاد الاتحاد اليمني العام. اتقوا الله، فالجماهير لا تستحق مثل هذه الأمور. الجماهير في حاجة إلى بطولات متعددة، تحب أن تشاهد ملاعب الجمهورية. وإن حصل هنا إرباك أو هناك اختلاف، فجميعنا يمثل اليمن، قلوبنا جميعا تبحث عن عما ينظر إليه الآخرين في دولهم من تقدم، من تطور، من عكس صورة طيبة.
عن طريق كرة القدم. هذا ما أتمناه من قيادة الاتحاد اليمني العام، إما بالنسبة بطولة واحدة طوال موسم، يا ليت يكون طوال موسم، ولكنه يقتصر على شهر أو شهرين. فمن المعيب والمحزن في حق الجماهير وفي الداخل وفي الخارج، ويعكس نظرة قاصرة على كرتنا التي تمتلك الكثير والكثير من المواهب، ولكن للأسف الشديد لا توجد لا استراتيجية ولا أهداف واضحة المعالم للأسف الشديد. طيب، في مقابلة سابقة مع الدكتور أبو علي غالب رئيس لجنة المسابقات، سأله الزميل نذير الحبادي عن كرة القدم اليمنية إلى أين؟ فأجابه أنها بخير أو إنها بخير. من وجهة نظرك وكونك خبير وناقد رياضي، أسألك ذات السؤال، كرة القدم اليمنية إلى أين؟ هل هي فعلا بخير؟ أستغرب مثل هذا القول من نجم وأكاديمي واسم معروف على الساحة الوطنية، أبو علي غالب، نجم المنتخبات الوطنية، نجم الأهلي الساحلي، نجم الأهلي الصنعاني، من مثل المنتخب الوطني في مختلف فئاته، من عرف كيف يسيرون الآخرين رياضتهم وكرة قدمهم، ونحن محلك سر. أيعقل أن يقول بأن كرة القدم اليمنية بخير؟ لا أعتقد أن مثل هذا الكلام صائب، والدلائل كثيرة. ما هو وضعنا؟ أين تصنيفنا في الفيفا؟ في مؤخرة الصف، من كانوا خلفنا أصبحوا أمامنا، ونحن للخلف در، ومع ذلك يكابرون ويعاندون ويقولون قيادة الاتحاد اليمني بأننا بخير. أين هذا الخير؟ الله أعلم. لست معه بكلمة بأن كرة القدم اليمنية بخير، وأن يجعلون من منتخب الناشئين بأنه قد أحرز وأحرز وأحرز، هي بطولة غير معترف بها، ومع ذلك يفرح الشعب اليمني بكافة أطيافه حبا بمواهبنا حبا بناشئينا، إما غير ذلك غير صحيح إطلاقا. لكن مع ذلك تظل الآمال معقودة بأن يتحسن الوضع إلى الأفضل، وأن تكون كرة القدم اليمنية هي كما قلت السفير الذي يوحد كل القلوب اليمنية. في ختام هذا الحوار أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد على تلبية الدعوة وعلى هذا الحوار، وإن شاء الله سنلتقي مجددا في لقاءات أخرى. إلى اللقاء. في سيئون بمحافظة حضرموت، المنافسات على أشدها في أسبوع الطالب الجامعي بين طلاب كليات جامعة سيئون وفي مختلف الأنشطة الرياضية. للموسم الثالث تشهد جامعة سيئون بمختلف كلياتها نشاطا موسميا في أسبوع الطالب الجامعي، والذي تشهد خلاله 9 كليات مسابقات رياضية وثقافية وفنية وإبداعية، لإظهار إبداعات الطلاب في مختلف المجالات وخلق مساحة لإبراز مواهبهم التي شهدت تنافسا كبيرا بين كليات الجامعة خاصة في المجال الرياضي. نحن في صدد فعاليات ومسابقات أسبوع الطالب الجامعي بجامعة سيئون، وهذا الحدث يعتبر الثالث من نوعه. أسبوع الطالب الجامعي يتخلله مسابقات ثقافية ورياضية وأيضا إبداعية تنافسية بين مختلف الطلاب الجامعة. طبعا معنا 9 كليات مشاركة لهذا الحدث الطلابي. نحن كطلاب جامعيين لابد من إبراز مواهبنا من خلال الأنشطة الرياضية والتربوية وعدة الأنشطة في مختلف الجامعات، وها نحن اليوم نلعب في بطولة تنس الطاولة بين مختلف الكليات، وشهدت البطولة تنافس كثير بين مختلف الكليات الجامعية جامعة سيئون. تعد الجامعات والمدارس النواة الأولى لاكتشاف العديد من المواهب الرياضية في الألعاب المختلفة، خاصة أن الجامعات تحتضن طلابا موهوبين من مناطق مختلفة تظهر إبداعاتها في هذه المسابقات، والتي يعمل بعض المدربين على استقطابها للأندية. نحن في كلية التربية البدنية وفي إطار الكرة الطائرة بوادي حضرموت سعيدين جدا بمثل هذه الأنشطة التي تكتشف المواهب الرياضية الجيدة، والتي تدعم أو تعزز من وجود الأندية في وادي حضرموت. شكر خاص لجامعة سيئون على احتضانها هذا النشاط سنوات وسنوات. أيضا تمنياتنا للأخوة الفنيين والإداريين في الأندية
استقطاب مثل هؤلاء الشباب ودعمهم وتشجيعهم للانخراط في تمارين الأندية حتى تزخر الأندية بمستوى فني كبير. شهدت المنافسات الرياضية مشاركة كبيرة وتنافسا مثاليا بين مختلف الكليات والطلاب والطالبات، وقد حققت كلية العلوم التطبيقية لقب دوري تنس الطاولة للطالبات، وكلية العلوم الإدارية لقب تنس الطاولة للطلاب، فيما حققت كلية العلوم التطبيقية لقب دوري الشطرنج للطلاب والعلوم الإدارية للطالبات، وحققت كلية الطب لقب المسابقة الثقافية، وفي نهاية المنافسات تم تسليم الكؤوس والميداليات للفائزين. أما في صنعاء، بطولة للبراعم والناشئين لرياضة الكونغ فو في مختلف مدارس المحافظة. المزيد من المعلومات في هذا التقرير. أقيمت في صنعاء منافسات بطولة البراعم والناشئين لرياضة الكونغ فو بين مختلف مدارس ومراكز محافظة صنعاء الرياضية، حيث شارك فيها 50 لاعبا من البنين وسط حماس وتفاعل كبير بين الطلاب من مختلف الأعمار، بدءا بعمر 11 وحتى 13، وبأوزان متعددة بدءا بوزن 20 وانتهاء بوزن 48 كيلوغرام. أقيمت هذه البطولة في 23 و 24 في يناير، والحمد لله حصلنا على المركز الأول في البنات، والعيال أدوا المركز الثاني والحمد لله، وأكثر المواهب تجدون إن شاء الله في المدارس، لكن يحتاجون إلى دعم رغم الظروف الصعبة، وهذا نتمنى أن نحاول كم ما استطعنا أن نوقف مع هؤلاء المواهب. لأول مرة تشارك الفتيات الصغار في لعبة الكونغ فو، حيث شاركت 20 لاعبة من عمر 11 وحتى 13 عاما وسط تفاعل كبير من المشجعات اللواتي كان يتوسطهن حكم من النساء أيضا، وقد تنافست الفتيات بوزن 20 كيلوغرام وانتهاء بوزن 48 كيلوغرام. كانت بطولة جيدة ورائعة، شارك فيها عدد من الشباب البراعم والناشئين والفتيات، ولأول مرة على مستوى مديرية صنعاء الجديدة تقام مثل هذه البطولة للبراعم والناشئين من الفتيات. أحب لعب الكونغ فو لأنه يخلي الواحد نشيط ونفس سليم في اللعب، يعني أنا أنصح الناس الباقيين أنهم يكونوا يتدربوا الكونغ فو عشان يتعلموا الكونغ فو حلو. شاركت في هذه البطولة وحصلت على المركز الأول، عمري 13 سنة، صف ثامن. البطولة كانت رائعة جداً، ونتمنى أن تستمر بمثل هذه البطولات. تنافس الأبطال الصغار على مدى يومين في أساليب رياضية متعددة، وهي أسلوب الساندا وأسلوب التاولو، وقد اختتم اللاعبون البطولة بفقرة استعراضية مميزة، كما تم تكريم البراعم الفائزين بهذه البطولة بميداليات ذهبية وفضية، وتم تكريم الفرق الفائزة بالكأس. في لحج المليئة بالدوريات والأنشطة الرياضية، هذه المرة من منطقة هزان ذيان فريق شباب الخداد يفوز بكأس دوري الشباب هناك، نتابع. تواصلا مع ما تشهده محافظة لحج من زخم رياضي متمثل في إقامة المسابقات لمختلف الرياضات، اختتم في منطقة هران ديان بلحج دوري الشباب والذي نظمه أهالي المنطقة بجهود ذاتية تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة في المحافظة، وبحضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية بهيجة. مباراة طبعا ولا أروع، فينال نهائي بين الفريق العريق الخداد وفريق بين فريق الخداد العريق وفريق أيضا الشبيف الذي وصل إلى نهائي كأس دوري الفقيد محمد ناصر عويذان. طبعا الدوري والله شارك فيه 24 فريق مختلف مدينة تمن والحوطة، وكان دوري ناقم بنظام خروج المغلوب مباراتين وتأهل إلى النهائي فريق الخداد والشبيف. في اللقاء النهائي الذي جمع فريقي شباب الخداد وأهل الشظيف في مباراة قوية اتسمت بالندية والحماس، وبعد سلسلة من الهجمات المتبادلة استطاع لاعبو شباب الخداد من إحراز هدف السبق،
حاول بعدها لاعبو فريق أهلي الشظيف من تعديل النتيجة من خلال شن الهجمات من كل الجهات وبمختلف الطرق، إلا أن الحظ العاثر وصافرة الحكام أنهى الحلم بالتعادل ليتوج فريق شباب الخداد بالكأس. دوري طبعا في نقوم نرفدهم في ملاعب في الأندية في المحافظة، ومباراة حلوة ولا أروعها، يعني نحب أن نشوف مثل هذه الأنشطة والمباريات. هذه البطولة كانت ميزة الفرق الشعبية في إطار مديرية تمن، الفرق الشعبية في إطار مديرية تمن يعني تحظى باهتمام كبير. الزخم الجماهيري اليوم الذي حضر البطولة هذا دليل كافي على نجاح البطولة وعلى التنظيم الجيد من أبناء هران ديان. في الختام قام الضيوف واللجنة المنظمة بتسليم كأس البطولة للاعبي فريق شباب الخداد، بالإضافة إلى تكريم هداف البطولة وأفضل حارس وأفضل لاعب. وحصل فريق صقور جول مدرم على جائزة الفريق المثالي، ومنح مدرب فريق أهلي الشظيف كأس أفضل مدرب، كما تم تكريم الشخصيات التي ساهمت في نجاح هذه البطولة. في ملعب يعتبر ملتقى للاعبي المنطقة وبطولة تهتم بكافة الفئات العمرية فهم الأساس في كرة القدم، نتابع هذا التقرير من مدينة السيان في محافظة إب عن دوري شباب نخلان بنسخته السابعة. تستمر في مديرية السيان بإب فعاليات دوري شباب نخلان على مستوى الفئات العمرية بإقامة 4 دوريات في بطولة سباعية، كل فريق يتكون من 7 لاعبين للبراعم والناشئين والشباب والأولمبي بنظام الكل مع الكل وبمشاركة كبيرة من أبناء المديرية. منذ تأسيس نادي شباب نخلان في عام 2012 أقام النادي عدة بطولات، وهذه تعتبر البطولة السابعة للبراعم والأشبال والناشئين والشباب والأولمبي، وأيضا إن شاء الله بعد نهاية هذه البطولة ستقام بطولة للفريق الأول. النادي معتاد سنويا إقامة هذه البطولة تشجيعا للشباب في المنطقة، وأيضا لرفض الفرق بلاعبين إن شاء الله من أبناء المنطقة. أقيمت هذا الأسبوع 3 مباريات مليئة بالحماس والقوة، ففي فئة البراعم خرج فريق الأهلي متعادلا مع براعم السياني بدون أهداف، أما فئة الشباب تمكن فريق الحسني من الفوز على فريق شباب الخضيرة بنتيجة 3-2، وفي المباراة الثالثة تمكن شباب السياني من تحقيق فوز مريح على فريق القدس بثلاثية نظيفة. تعتبر هذه البطولة دعما للشباب والناشئين، حيث الآن الشباب مشاركين في هذه البطولة بحدود ما يقارب 300 لاعب من جميع المديرية. عدد الفرق المشاركة في البراعم حدود 8 فرق، وأيضا عدد الفرق المشاركة في الأشبال 8 فرق، وأيضا عدد الفرق المشاركة في الشباب 8 فرق، وفي الأولمبي 4 فرق، جميعهم يتنافسون للحصول على المركز الأول في البطولة. يقام الدوري كل عام لجميع الفئات العمرية للسنة 7 على التوالي، والملاحظ هو تزايد عدد اللاعبين المشاركين في البطولة، حيث شارك هذا العام أكثر من 300 لاعب، بواقع 104 لاعبا لفئة البراعم من 8 فرق، و104 لاعبا لفئة الأشبال في 8 فرق أيضا، و84 لاعبا لفئة الشباب في 7 فرق، و52 لاعبا لفئة الأولمبي في 4 فرق. أما في أبين وبالتحديد قرية حصن بن عطية تستقبل نجومها المشاركين في منتخب الناشئين العائدين بكأس بطولة غرب آسيا، نتابع هذا التقرير. من رحم المعاناة يولد الإبداع، هكذا قيل قديما في هذه المنطقة. حصن بن عطية بأبين رغم المعاناة وافتقارها إلى أدنى مقومات الأنشطة الرياضية وعدم جاهزية ملاعبها الترابية الغير معشبة مثلها مثل العديد من المناطق اليمنية، إلا أن معاناتهم تحولت إلى تحد والصعوبات تحولت إلى أحلام يجب تحقيقها، فكان لهم ما أرادوا بالعزيمة والإصرار وعدم اليأس. رغم صعوبة منطقة حصن بن عطية الصغيرة التي أنجبت نجوم مع منتخب الناشئين، من ضمنهم لاعب رفعت سمير المتوج ببطولة غرب آسيا الناشئين 2021، واللاعب فيصل محمد المعروفي لاعب منتخب وطني الناشئين والشباب والأولمبي. تعتبر منطقة الحصن مدينة منطقة
بعيدة عن الأضواء لكنها تنقب النجوم دائما. رغم صغر الإمكانيات لأن الحصن ولادة من قبل الكابتن فيصل المعروفي والكابتن رفعت سمير وحاليا الكابتن عمر، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. شرفوا المنطقة الحصن وشرفوا محافظة أبيان ومديرية خنفر. نحيي الجمهور الكريم أبناء منطقة الحصن الحبيبة، حضورهم واستقبالهم للاعب الغالي على القلوب والذي مثل اليمن مع فريق الناشئين. أن تمتلك لاعبين يحققون الإنجازات رغم الظروف الصعبة بل ويعودون بالكأس بعد منافسات مع منتخبات لها مع تتويج حكايات كثيرة، ولديهم من الأموال والجاهزية ما يجعلهم في المقدمة دائما، هذا هو النجاح الحقيقي، وهذا هو الإبداع الذي يجب أن يكون ملهما لكل الأجيال ورسالة لكل من يجعل من الظروف صخرة يحطم عليها مواهبه وقدراته. تشرفنا اليوم باستقبال أحد منكم منطقة الحصن ومنتخب الناشئين لحضراتهم بطولة كأس الناشئين لعام 23 للمرة الثانية. عمر وبقية الرفقاء الذين كانوا يعني في صفوف المنتخب نشأوا من ملاعب ترابية وإمكانيات شحيحة عكس المناطق الأخرى الذي فيها يعني ملاعب معشبة وإمكانيات حلوة الذي يعني تمكن اللاعب من الظهور. منطقة الحصن استقبلت ولدها الكابتن عمر أنور العطوي الذي شرفونا بالفوز ببطولة غرب آسيا. حسن بن عطية مثل باقي القرى اليمنية تستقبل نجومها فيصل المعروفي، رفعت سمير وعمر العوطي العائدون من معسكر منتخب الناشئين بعد تحقيقهم هم وزملائهم لبطولة غرب آسيا العاشرة، فعلى إيقاع أقدامهم السمراء وعلى رقصات البراعي واللحجية فعلوها وأثبتوا بما لا يدع مجالا للشك بأن اليمن بكل مناطقها مصنع لكل المواهب والنجوم رغم كل شيء. أعزائي المشاهدين، في فقرة من الذاكرة الرياضية والتي نسلط الضوء فيها على نجوم الزمن الجميل، ضيفنا في هذه الحلقة مدافع على شكل صخرة منيعة تتحطم عليها محاولات المهاجمين في الفريق المقابل. كان السد العالي الذي تثق به جماهيره في إبطال هجمات الخصوم، لذلك أحبته الجماهير وحفر اسمه في ذاكرتهم حتى هذه اللحظة. أنا هنا أتحدث عن مدافع نادي فريق شمسان والمنتخب الوطني سابقا الكابتن وهبي فؤاد. طبعا أنا لعبت في عمري 16 سنة، وبعد سنة واحدة طبعا ذهبت إلى منتخب الشباب، وبعدها في خلال سنة ونص ترفعت إلى الفريق المنتخب الوطني الأول. أكبر إنجازاتنا حققنا بطولة الدوري في عام 80-81، هذه الفترة كانت صعب جدا، لكن كانت في فرق منافسة قوية جدا، وكان شمسان جدير بهذه المنافسة. طبعا كنا نلعب بطريقة ممتازة جدا، وكان في مجموعة من النجوم، وكنا من الفرق اللي كانت دائما تنافس وتقارع الفرق الكبيرة، يعني بالرغم انه كانت الفرق الكبيرة لا تقل عطاء ولا قوة من شمسان. يعني طبعا احنا شاركنا في بطولة كأس العرب في السعودية، هذه كانت مرحلة جدا مهمة في عام 83-84 في كأس العرب. طبعا احنا وصلنا والبطوله تمشي، لكن الحمد لله كان الجمهور اليمني هو الرقم الاول بالنسبه للتشجيع. بالنسبه للجمهور اليمني عمل اضافه قويه جدا لتحفيز اللاعبين، والحمد لله الفريق قدم مستوى مشرف وممتاز، يعني حتى ان المدرب اللي كان يدرب السعوديه انذاك زاقالو يعني أبهر بالجمهور اللي كان موجود في المدرجات، فطلب من السعودية قال لهم أعطونا جمهور أعطوكم انتصارات.
طبعا بعدها انا عدت من السعوديه، بعدين اصبت ورحت اتعالج في الهند بعد الاصابه، وبعدين انتقلت بعدها مباشره الى صنعاء، فلعبت مع وحده صنعاء وشاركت مع وحده صنعاء في عده مباريات، كانت ابرزها طبعا مع شعب ابو، سجلت هدف كان هدف لا ينسى بقذيفه من خارج خط 18 الى جانب، سجلت على حارس مرمى الصقر، كان عبد الرحمن اعتقد حارس مرمى الصقر، هدف من ضربه جزاء، وهذه كانت المباريات الممتازه اللي لعبناها في صنعاء. اتجهنا الى التدريب، طبعا دربنا في شمسان على مستوى الفئات العمريه بالنسبه للناشئين الشباب، وبعدين انتقلت الى نادي الميناء، دربت برضو الناشئين والشباب، كانت في فتره التسعينات، وبعدين عدت الى شمسان ودربت الفريق الاول في عام 95 96. وطبعا في بدايه المشوار كانت النتائج طبعا سيئه، لانه عملنا بعدين على، لانه انا كنت مساعد مدرب وليس المدرب، لكن بعدها مشى الفريق بصوره طبيعيه واصبحنا في المراكز الاولى. وبعدين طبعا انا نتيجه للظروف اللي كنا نمر فيها قدمت استقالتي في الفتره هذيك، وتحمل المسؤوليه هذيك الايام الله يرحمه قاسم الشندق يعني، والفريق بقى في الدرجه الممتازه. رجعت الى نادي وحده صنعاء ودربت في وحدة صنعاء جميع الفئات العمرية براعم، وبعدين اشتغلت على الناشئين واشتغلنا على الشباب واشتغلنا على الأولمبيين، والحمد لله كانت مشاركتنا في التدريب في وحدة صنعاء طبعا في كان نوع من الاهتمام كبير من قبل الإدارة، فمشان كده حققنا نتائج كانت مرضية مشرفة. الآن أعمل حاليا مدرب في نادي شمسان الرياضي، طبعا الان نادي شمسان ماشي الحمد لله بخطى ثابته بفضل اللاعبين اللي موجودين وامكانيات وقدرات اللاعبين اللي موجودين. الفريق داخل الان ان شاء الله معنا مباريات قادمه، ان شاء الله نعمل على انه ننافس، اول كنا نعمل على انه الفريق يوصل الى الفرق المتقدمه، لكن الان نعمل على أن الفريق يوصل إلى المنافسة بإذن الله تعالى، وهذا طموح مشروع أنه نحقق البطولة وليش لا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم نتنقل في فقرات حلقة هذا المساء من برنامج أحوال الرياضة وفي متفرقاتنا المحلية، والبداية من محافظة عمران، حيث أحرز فريق مدارس مدينة عمران كأس بطولة طوفان الأقصى لكرة القدم المدرسية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مدارس مديرية جبل يزيد بأربعة أهداف مقابل هدف. وإلى صنعاء، فقد فاز براعم فريق أهلي صنعاء على نظيره براعم فريق العروبة بنتيجة هدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بصنعاء. وأخيرا من شبوة، حيث قسى فريق خمر الرياضي على فريق الشعلة بفوزه عليه بنتيجة 9 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على ملعب نادي التضامن في مدينة عتق. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا كي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه وطاقته في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. إلى اللقاء.